من جديد نبارك للمملكة ولشعبها، نبارك لخادم الحرمين الشريفين لولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وكل عام ونحن بخير، لأنه طالما المملكة بخير نحن بخير. كل عام وانتم بخير أبو سلطان. وانت بألف خير أبو كرم. نعم، يعني نهني مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الملك سلمان أطلعه في عمره، وفي اسم سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. الحقيقة يا أبو كرم، يعني نتكلم على 3 قرون أعتقد ليست بالسهلة. كافح الآباء والأجداد حتى وصلت هذا اليوم. كسعوديين وسعوديات فخورين جدا بماضينا وبحاضرنا، فخورين بما وصلت إليه المملكة السعودية اليوم. تشوف المملكة زي ما تفضلت أنت، المملكة السعودية بخير، العمل العربي والإسلامي بخير. المملكة السعودية اليوم الحمد لله شامخة واقفة بكل عز وكل شموخ. يمكن أنا يعني أقدر أقول إنه الحمد لله، يعني على 60 سنة الماضية اللي عشتها، أنا أقول إنه اليوم المملكة السعودية تعيش في أحلى أيامها من ناحية يعني الخيرات، القيادة، الازدهار. الفضل يعود الله ثم لحكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين، ولكن لا يمكن أن نغفل الدور الكبير والعظيم والجبار اللي يعني اختصر سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهذا مشهود له في بقاع الأرض كلها. يعني خلال 4-5 سنوات عمل من يعني أي إنسان أو أي دولة تعمل يمكن 30-40-50 سنة. نقول الله يطول بعمره، وهو ما في شك الأمير الملهم الرؤية 20-30. نعم. ونقول إن شاء الله مزيد إن شاء الله، وهذا نفتخر فيه حنا. نعم. أبو كرم، الإماراتيين بيحتفلوا بكل احتفالات المملكة العربية السعودية. بكل تأكيد، يعني يعني اليوم احتفال عيد المملكة احتفال الإمارات طبعاً. وأول شيء نقول إن كل عام المملكة بخير ومن ازدهار لازدهار صراحة، والخطوات اللي قاعد تصير في المملكة صراحة من قبل الملك سلمان وولي عهد الأمين الملك الأمير محمد بن سلمان صراحة خطوات جبارة، وإن شاء الله نتائج راح نشوفها في رؤية 2030. صرنا شايفين هلا قبل سنين من ما تيجي رؤية 2030. الحمد لله.